يعطيكم العافية يا جماعة، معكم محمد بطاينة، راح أشرح لكم تشابتر 14 اللي هو أول تشابتر بمادة الفاينل. بشكل عام مادة الفاينل ألطف من مادة الميد، لأنها بتعتمد بشكل أكبر على الفهم أكثر من مادة الميد، لأنه مادة الميد كانت عبارة عن بصمجة. طبعا هذا التشابتر اسمه مندل أند ذا جين أيديا، بيعتمد بشكل كبير على الوراثة اللي كنا ناخذها بالتوجيه. فيعني بما إنكم طالعين توجيه جديد، فهذا التشابتر إن شاء الله حيكون كثير سهل عليكم. زمان العلماء كانوا يحطوا هايبوثيسيس، فرضيات، كيف الأبناء بيطلعوا يشبهوا الآباء، شو الإشي اللي بيخليهم يطلعوا متشابهين. فمن الفرضيات اللي حطوهم البلندنج هايبوثيسيس والبارتيكوليت هايبوثيسيس، نظرية المزج، بلندنج مزج يعني من كلمة خلاط بلندر، والنظرية الثانية اللي هي البارتيكوليت هايبوثيسيس أو نظرية الجسيمات المنفصلة. البلندنج هايبوثيسيس شو كانت تحكي؟ لو فرضنا عنا صفة خشونة الشعر أو نعومته، وكان عندك الأب شعره ناعم والأم شعرها خشن، الابن اللي حيجي حيكون شعره بين الناعم وبين الخشن، حيكون في مزيج بين الصفتين. بينما البارتيكولات تحكي لك إنه لا، الابن راح يكون يا شعره ناعم يا شعره خشن. فبيحكي لك شو المبدأ الأساسي تبع نقل الصفات من الآباء للأبناء للأوفسبرينج. اول شيء البلندنج هايبوثيسيس، نظريه المزج، فكره انه الجينات او الماده الوراثيه الجاي من تو بيرنت بلندز توجذر، بتختلط، بصيرها بلندنج. تمام، حط لك مثال الالوان، يعني مثلا لو جاب لك البلو اللون الازرق مع الاصفر وخلطهم مع بعض بيعطيني اللون الاخضر. بالنسبه للبارتيكولات حكينا انه نظريه الجسيمات المنفصله is the idea that parents pass on discrete heritable units، يعني بنقلوا وحدات وراثية منفصلة. طبعا زمان كانوا يحكوا انه هي heritable units او شيء مادة وراثية، بس ما كانوش عارفين شو هي المادة الوراثية، فاحنا هسه بنعرف انها الجينات. طبعا مندل خلال دراساته او تجاربه على الجاردن اوف بيز او حديقة البازيلا تبعته، اكد او وثق documented نظرية البارتيكيوليت. تمام، طبعا هو بصورة فرجيك مندل، طبعا مش راح يجي عليها السؤال يعني، بس من باب تعرفوا شكل العالم. اول كونسبت بالشابتر بعنوان مندلز يوز ذا ساينتفك ابروتش تو ايدنتيفاي تو لوز اوف انهيرتنس، يعني مندل كان يستعمل نحكي منهج علمي او اساس علمي عشان يعني بالمحصله عرف لنا تو لوز اوف انهيرتنس، قانونين وراثيات اللي العلماء من خلال هذول القانونين قدروا يبنوا عليهم ابحاثهم. يمكن مر عليكم كمان انه مندل يعني القصة تبعته انه كان قس في احدى الكنائس، وكان عنده حديقة بازيلا جاردن بيز. تمام، فكان يسوي عليها التجارب بشكل نحكي مخطط له، يعني carefully planned experiment، تجارب مخطط لها. من خلال هاي التجارب مندل قدر يكتشف البيسك principles of heredity، المبادئ الأساسية للوراثة. كيف حكيها؟ عن طريق breeding garden bees in carefully planned experiments، بتجارب مدروسة. هنحكي هون طيب عن الادفانتج تبعت البيز، ليش مندل اختار البازيل. هنبلش من هون، وهذول هسا هنحكي عنهم مع بعض. اول سبب انه البازيلا وير افيلابل تو مندل، كانت متاحة لمندل in many different varieties، بانواعها الكثيرة كانت متاحة عند مندل في الحديقة تبعته. ثاني سبب الشورت جينيريشن تايم، وقت التكاثر تبعها مش طويل. اللارج نمبر اوف اوفسبرينج، لما نسوي ميتنج او تزاوج ميتنج بين حبتين بازيلا الابناء بيكون عددهم كثير كبير، وهذا الاشي طبعا بيعطينا نسبة واضحة بين الصفات اللي بدنا ندرسها. واعتقد يعني الحكي اللي قاعد بحكيه مألوف لكم من ايام التوجيه. رابع سبب انه الميتنج او التزاوج could be controlled، نقدر نتحكم فيه. كيف يعني نقدر نتحكم فيه؟ بدكم تعرفوا انه النباتات في لهم طريقتين للتكاثر او طريقتين للتزاوج. اول طريقة بيكون اسمها self pollinate، والطريقة الثانية اسمها cross pollinated. السلف بولينيت يكون عندك نبات واحد بصير له تلقيح ذاتي، بينما الكروس بولينيتد انه يكون عندك بازيلا اب وبازيلا ام بصير لهم ميتنج او تزاوج بيعطينا الاوفسبرينج. فبما انه عندك تو بيرنتس، انت بهاي الطريقه بتسهل عليك انك تتحكم بالاباء اللي بدك اياهم يكونوا موجودين والابناء اللي بنتجوا.
سابقا بشابتر الميوسيس لما كنا نحكي عن الاسكشوال ريبرودكشن خربطت وحكيت لكم عن انه من الامثله على الاسكشوال ريبرودكشن اللي هو البازيلا، تقدر تحكوا انها سقطت سهوا لانه البازيلا ما بحكي لك انه كروس بولينيتد، يعني يحتاج اب ويحتاج ام عشان يسوي لهم ميتنج يعطونا اوف سبرينج يعطونا ابناء. بالنسبه لهذول الخاصيتين تبعات البازيلا عندك اول خاصيه باختصار شديد، عندك اول خاصيه اسمها الكاركتر، ثاني خاصيه اللي هي التريت، يعني عندنا الكاركتر او الصفه تبعت النبات اللي هو الكلر تبعه، هاي الصفه تعتبر موجوده بالنبات انه ملون، بينما التريت هو ايش جوا الكاركتر، يعني الكلر تبع النبات او الكاركترز ممكن يكون بيربل او وايت اللي هي التريت تبعت النبات. فالهيريتبل فيتشر او الخاصيه الوراثيه ذات فاريز امونج انديفيدجوالز اللي بتتنوع بين الاشخاص بنسميها الكاركتر، هي صفة قابلة للتنوع بين الأفراد. each variant for character أو التنوع اللي للصفة الواحدة called trait بنسميه trait أو السمة تبعت هذا تبعت هاي الصفة، يعني زي ما حكينا الفلور كلر أو لون الزهرة بكون كاركتر بكون صفة مميزة للأزهار بشكل عام، بس هل هاي الزهرة بيضة أو نهدية هاي تعتبر trait للكاركتر. سيرة الميوسيس خلينا نتذكر انه احنا حكينا في ان 23 بيرس اوف كروموسومز 23 زوج يعني مجموع من 46 بكون نصهم من الام ونصهم من الاب. لو جينا اخذنا واحد من هذول البيرس هذا ماتيرنال كروموسوم وهذا ماتيرنال كروموسوم تمام، هنحكي عن توارث صفة معينة. كنا نحكي انه الكروموسوم هذا الماتيرنال بغض النظر انه راح يصير دوبليكيشن له ويصير سيستر كروماتيدز كل واحد منهم يروح على جاميت، كذلك الامر مع الباترنال، يعني بدي اوصل له انه هذا الكروموسوم حيروح على جاميت وهذا الكروموسوم حيروح على جاميت ثاني بعمليه الميوسيس اللي هي تكوين الجاميتات. في شيء بدنا نعرفه ونميز بينه اللي هو الجين والاليل، لكن لما حكينا هسه انه الكاركترز هي صفه معينه والتريت هي الاختلافات جوا هاي الصفه، يعني قلنا انه الكاركتر هي لون الزهره صفة لون الزهرة، التريت تبعت هاي الكاركتر بتكون يا اما نهدي او ابيض، كذلك الامر الجين والاليل. الجين ايه بتلاقيه مثلا فرضا مسؤول عن شحمة الاذن، الاليلات تبعت واحد بيكون مسؤول على انها تكون منفصلة واحد بيكون مسؤول على انها متصلة تمام. كمان اشي بدنا نعرفه هو يمر معنا لقدام بشكل افضل اوضح، بس يعني اعتقد حتى هو مر عليكم زمان اللي هو الصفة السائدة والصفة المتنحية. اللي بدكم تعرفوه هسه انه الصفة السائدة بتكون اقوى من الصفة المتنحية، يعني لو كان في عندنا قليلين قليل متنحي وقليل سائد القليل السائد هو بكون اقوى تمام. طيب بالرسم هون في عندك كروموسومين عليه عدد من الجينات، احنا راح نهتم بالجين A والجين B. بالجين B بحكي لك هذا الجين مسؤول عن ثني اللسان فرضا، يعني من عندي انه هذا الجين مسؤول عن ثني اللسان بيكون موجود عليه على كل pair of chromosome بيكون موجود عليه أليل، هون أليل وهون أليل. حسب الرسمة هذول الأليلين متشابهات تمام، وإحنا بنعرف إنه ثاني اللسان هو صفة سائدة. لو جينا على الجين A هنشوف لونين مختلفات، يعني أليلين مختلفات two alleles بيختلفوا عن بعضهم البعض، وبدكم تعرفوا إنه الإذن المنفصلة هي اللي بتكون صفة سائدة. فلو اصطلحنا إنه اللون الأسود دلالة على المتصلة شحمة الأذن المتصلة، واللون النهدي او عفوا النهدي لون الزهري عن شحمه الاذن المنفصله، فبالتالي عندنا أليلين مختلفات عن بعضهم البعض. في مرحله تصنيع الجاميتات كل كروموسوم بيروح على جاميت، فبالتالي حياخذ أليل من هذا الكروموسوم يوديه على جاميت، حياخذ الأليل الثاني يوديه على جاميت ثاني تمام. طيب لو اجينا بدنا نرمز لهذول الأليلات كيف نقدر نمثلهم، مندل اصطلح انه طريقة تمثيل هاي الأليلات هتكون بالأحرف سواء كابيتال أو سمول لتر. مندل حط انه الأليل السائد اللي هو بهاي الحالة المنفصلة نرمز له بحرف كابيتال لتر، بينما الأليل تبع الصفة المتنحية نرمز له بحرف سمول لتر. بحالة الجين بي الأليلين متشابهات وسائدات، فرمز لهم ببي كابيتال بي سمول. فرجيك هاي الصورة كيف تصير عملية ترقيح البازيلا. عندك هون الستامنز اللي هو الميل ريبرودكتيف اورجان او العضو التكاثر الذكري،
كيف بيلقح الكاربل اللي هو الفيميل ريبرودكتيف اورجان. طبعا ار او هون اختصار لريبرودكتيف اورجان، بس هو مش اشي معتمد يعني صراحة، عجزت اكتبها كمان مرة. طبعا بعد ما يتكاثروا البارنتال جينيريشن او بنرمزلهم بحرف البي، الريزلتس او النتائج بيكونوا ابناء بس لهم اكثر من اسم، ممكن نسميهم الفيرست او الفيليال او الجينيريشن او الاوفسبرينج، واختصارا لكل هذول بنسميهم الاف 1. هسا مندل لما اجى يدرس البازيلا، نبات البازيلا، اختار صفات تكون تو alternative فورمز. كيف يعني تو alternative فورمز؟ يعني نبات البازيلا او حبه البازيلا يا بتكون مجعده يا بتكون ملساء، قرن البازيلا يا بيكون اخضر يا بيكون اصفر. طب شو الاشي غير التو alternative فورمز؟ مثلا احنا كبشر نتوارث لون الجلد، فلون الجلد بيكون متفاوت بين اللون الاسود واللون الابيض، يعني ما بيكون لونين مثلا يا اسود يا ابيض، لا بيكون في تفاوت بالالوان. مندل اختار يكون تو alternative فورمز، يعني يكون زي ما حكينا يا مجعد يا املس. He also started with varieties that were true breeding. شو يعني true breeding؟ قبل ما نحكي عن true breeding، في عنا مصطلح اسمه الهوموزايغوس والهيتروزايغوس. هوموزايغوس معناتها متشابه أو متماثل، بينما الهيتروزايغوس بكون غير متماثل. طب شو هو الإشي اللي بكون هوموزايغوس أو هيتروزايغوس؟ الأليلات تبعت البيرنتس لما تكون متماثل A capital A capital بنسميهم هوموزايغوس، تمام؟ بينما الأليلات لما تكون غير متماثلة بنسميهم هيتروزايغوس. طيب شو بالنسبة للترو بريدنج؟ لما يتكاثر هذول الهوموزايغوس بيرنس بيعطوني فيرست جينيريشن، بكونوا برضو الأليلات تبعتهم هوموزايغوس بتكون متماثل. بينما بالنان ترو بريدنج أليلات الأبوين بتكون هيتروزايغوس، بتكون غير متماثل، فالأبناء ما بيكونوا مشابهين للأبوين. لو رجعنا على ترو بريدنج، في كمان مثال ثاني غير الاي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال، اللي هو الاي سمول مع اي سمول. هذا المثال برضه يعتبر هوموزايغوس لانه الاليلات تبعتهم بتكون متشابهه. لو رجعنا قرينا هذا السلايد او هاي النقطه، بحكي لك انه مندل started with varieties that were true breeding، يعني الاليلات تبعتها كانت هوموزايغوس اي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال اي كابيتال، بالتالي هذول النباتات produce offspring انتجوا لنا ابناء بيكونوا نفس التنوع تبع الاباء. في نوع ثالث من الترو بريدنج بنسميه الكونتراستنج ترو بريدنج، يعني ترو بريدنج بيكونوا هوموزايغوس الاليلات تبعت الابوين متشابهه بس متضادات لبعضهم كونتراستنج. فلو عندنا اي كابيتال اي كابيتال صار له ميتنج او تزوج مع اي سمول اي سمول، بنسمي هاي العمليه الهايبريدايزيشن او التهجين، عمليه التهجين. فالفيرست جينيريشن او الجيل الاول اللي بنتج عنا بيكون هايبرد او يعني متهجم، يعني حكينا الاباء بيكونوا هوموزايغوس بس كونتراستنج لبعض متضادين لبعضهم البعض، بصير عندك عمليه هايبريدايزيشن، بصير في عندك تهجين للاوفسبرينج بيكونوا هيتروزايغوس اي كابيتال اي سمول، بس صفه البيربل فلاورز ظلت ظاهره عليهم. طب هذا الفيرست جينيريشن او الهايبرد اللي هم الاي كابيتال اي سمول، لو سوينا لهم سيلف بولينيشن يعني كاثرناهم بين بعضهم البعض، ال F2 او السكند جينيريشن راح تكون بيناتهم نسبه ثابته اللي هي 3 إلى 1، تمام؟ لو رجعنا قرينا السلايدات، ان تيبيكال اكسبيرمنتس بتجربه سواها مندل ميتد تو كونتراستنج ترو بريدنج فاريتيز، نوعين كونتراستنج لبعضهم البعض بس ترو بريدنج، زي ما حكينا اي كابيتال اي كابيتال مع اي سمول اي سمول، سمينا هاي العملية هايبردايزيشن أو عملية التهجين. حكي لك بالتجربة تحت إنه البي جينيريشن أو الآباء كانوا ترو بريدنج، يعني متماثلين الأليلات هوموزايغوس، والهايبرد أوفسبرينج أو الأبناء المتهجنين اللي نتجوا من البي جينيريشن بنسميهم أف 1 جينيريشن. بحدهم بفرجيك شو الأف 1 جينيريشن بالرسم اللي شفناها تحت وشو البي جينيريشن. فلما الاف 1 انديفيدجوالز اللي هم الافراد من الفيرست جينيريشن صار لهم سيلف بولينيت تكاثر بين بعضهم البعض، او كروس بولينيت تكاثر مع مجموعه ثانيه من الاف 1 هايبريد، بنتج عندنا اف 2 جينيريشن او سكند جينيريشن. هسه لما مندل سوى عمليه التزاوج او الميتنج بين تو كونتراستنج ترو بريدنج، او زي ما حكينا ابوين انتم الاليلات واحد اي كابيتال اي كابيتال واحد اي سمول اي سمول، تمام؟ الاي سمول اي سمول كان وايت والاي كابيتال اي كابيتال كان لونه بيربل. all of the f1 hybrids were purple. الجيل الاول اللي نتج عندنا وحكينا عنه هايبريد كله بيكون بيربل، كله بيكون نهدي.
لأنه كمان شوي راح نعرف إنه البيربول هي الصفة السائدة أو الدوميننت تريت حسب نحكي عنهم. وين مندل كروس ذا اف 1 هايبريدز، لما مندل سوى تزاوج أو سيلف بولينيشن للاف 1 للاف 1 جينيريشن، العديد من السكند جينيريشن كان لونهم نهدي، بس برضه كان في نسبة معينة تحتوي على اللون الأبيض. مندل سوى هاي التجربة لأكثر من مرة وطلعت هاي النسبة ثابتة. أي نسبة اللي هي 3 purple flowers، ثلاثة نهديات لوحدة بيضة. طيب الملخص بالعربي، يعني لو جبنا قليلين نقيين، واحد سائد وواحد متنحي، سوينا لهم تزاوج، هاي العملية بنسميها hybridization، عملية التهجين، بنتج عنا جيل أول بكون هذا الجين هايبريد مهجن بين الـ A capital والـ A small اللي هو الصفتين اللي جبناهم، أو عفوا الأليلين اللي جبناهم من الأبوين. تمام، هذا الجيل الأول لو سوينا له تلقيح ذاتي، الأبناء تبعين السكند جينيريشن أو الـ F2 بكون في بيناتهم نسبة ثابتة، نسبة 3 إلى 1، 3 بيحملوا الصفة السائدة وواحد بيحمل الصفة المتنحية. طيب مندل هسه بعد ما طلعت معه هاي النسبة الثابتة اللي هي إنه الزهرة النهدية هي اللي كانت تطلع أكثر إشي، سماها الدوميننت تريت أو الصفة السائدة، بينما الزهرة البيضة سماها بالريسيسيف تريت أو الصفة المتنحية. مندل reason that only the purple flower factor was affecting flower color in the F1 hybrids، إن الزهرة النهدية هي اللي كانت تأثر بالـ F1 hybrids، هي اللي كانت مبينة بس، فسماها الدوميننت تريت، call the purple flower الدوميننت تريت، وسمى الوايت فلاور الريسيسيف تريت الصفة المتنحية. The factor for white flowers wasn't diluted or destroyed، السبب اللي أو العامل اللي خلى هذول النباتات البيض ما يختفوا بالـ F1 because it reappeared in the F2 generation، رجعوا بينوا بالـ F2، قصده إنه في عامل معين خلى هذول الوايت فلاورز يختفوا بالـ first generation بس رجعوا ظهروا بالـ second generation. شو هذا العامل اللي هسه احنا بنعرفه بالجين؟ الجين كان موجود، هو اختفى وما كانش ظاهر بال F1 generation بس كان موجود فرجع بين بال F2 generation. مندل observed the same pattern of inheritance، لاحظ نفس النمط الوراثي in 6 other pea plant characters، 6 صفات ثانية للنبات البازيلا سوى عليهم نفس التجربة، جاب لك contrasting true breeding، سوى لهم hybridization، بعدين الافتوس اوف سبرينج طلعت مع نفس النتائج ونفس النسبه. حكي لك هون انه هذول الكاركترز او الصفات ريبريزنتد باي تو تريتس، يعني بيكونوا لصفتين، يا مجعد يا املس، يا طويل يا قصير، يا اصفر يا اخضر. طبعا حكينا انه على وقت مندل ما كانوا عارفين شو الجين ولا الماده الوراثيه، فكان يسمي السبب الوراثي او الاشي العامل اللي بيخلي هاي الصفه تظهر بالابناء اللي هو الهيرتابل فاكتور. هون هذول الصفات الدوميننت تريت، صفات السائدة والصفات المتنحية، تذكر التوجيه كان مطلوب حفظهم، فيعني خليكم حافظينهم، وأي سؤال راح إن شاء الله نحدد لكم شو الدوميننت أو الريسيف تريت. مندل بعد ما كانت تطلع مع هذيك النتائج بالـ F2 اللي هي النسبة الثابتة 3 لـ1، صار يحط فرضيات ليش تطلع مع هاي النسبة. مندل developed hypothesis، فرضيات عشان يفسر نسبة 3 إلى 1 أو النمط 3 إلى 1 اللي بيظلوا يطلع معه بالـ F2. 4 related concepts أو 4 نتائج بتقدر تحكي إنها طلعت معه. These concepts can be related to what we now know about genes and chromosomes. هذول 4 concepts لما نقراهم هسا راح تشوفوا إنه هذا الإشي إحنا بنعرفه، بس فعليا وقتها ما كان يعرفوا أغلب هاي الشغلات، بالذات حتشوفوا قديش هي مترابطة مع فكرة الكروموسوم والجينات. أول concept حكى عنه مندل اللي هو في عندك إشي اسمه alternative versions of genes، حكينا عنه فوق، اللي هو الأليلات أو الأليلز. تمام، حكى لك إنه هذول alternative versions of genes account for variation in inherited characters، يعني بيكونوا سبب بتنوع الـ inherited characters الصفات الموروثة. مثلا إن الجين تبع الفلاور color لون الزهرة البي بلانتس او نبات البازيلا بيكون موجود على شكل اصدارين، 2 فيرجنز. شو هذول الفيرجنز؟ اول واحد بيربل فلاورز والثاني بيكون الوايت فلاورز. هذول الالتيرناتيف فيرجنز احنا هسه بنسميهم زي ما حكيت لكم، بنسميهم بالاليلات او بالاليلز. ايتش جين ريزايدز ات ا سبيسيفيك لوكس، حكيناها من قبل انه كل جين بيكون موجود على لوكس معين
على موقع معين on a specific chromosome، على كروموسوم محدد، يعني مش أي كروموسوم بيكون موجود على هذا الجين. يعني خلاص الجين مثلا المسؤول عن لون الزهرة بيكون موجود على البير 11 مثلا، على اللوكس هذا. هاي الصورة بتوضح أول كونسبت حكى عنه مندل. ففرضنا انه هذا الماتيرنال كروموسوم، هذا الباتيرنال كروموسوم، مع انه مش اشي مهم يعني، بس انه كروموسومين، واحد جاي من الاب واحد جاي من الام. على موقع معين بهذول الكروموسومين في لوكس للجين المسؤول عن الفلاور كلر، مسؤول عن لون الزهره. كمان بيكون في عندك الترناتيف فيرجن او اصدارات معينه لهذا الجين، اللي هن اليلات اللي نعرف انها باسم اليل، يا اما بيكون بيربل فلاورز او وايت فلاورز. فيعني يا بيكون عندك أليل أو alternative version للبيربول فلاورز أو أليل للوايت فلاورز. بما إن حكينا إنه الجين الواحد بيكون له أكثر من أليل، طب هذول الأليلات نفسهم شو بيختلفوا عن بعض؟ الإشي اللي بيختلفوا فيه عن بعض اللي هو تسلسل القواعد النيتروجينية النيتروجين بيسز الموجود في الكروموسوم أو الدي إن إيه. تمام، يعني مثلا عندك الأليل المسؤول عن البيربول فلاور تسلسل النيتروجين بيسز ببلش بحرف السي، بينما المسؤول عن الوايت فلاور بكون ببلش بحرف الايه. طيب ماشي، واحد سي واحد ايه، شو اللي بيفرق؟ اللي بيفرق انه احنا اخذنا زمان عملية الجين اكسبريشن اللي هي تحويل الجينات لبروتينات. تمام، عملية الجين اكسبريشن قلنا بصير في عندك مسنجر ار ان ايه، بعدين بروح الرايبوزوم وبتحول امينو اسيد. في حال تغيرت القواعد النيتروجينية بالتالي المسنجر ار ان ايه بتغير، بالتالي الامينو اسيد او البروتين المنتج عندنا بتغير. في حال اذا كانت عندنا هونسي بالتالي بينتج لنا انزيم معين او بروتين بيساعد بتكوين الصبغه اللي بتخلي لون الزهره لونه نهدي. في حاله الاليل للوايت فلاورز هذا البروتين اللي بيلون الزهره ما بيكون موجود، فبالتالي لون الزهره بيظل ابيض ما بيتلون. ثاني فرضيه حطها مندل، حكى انه لكل كاركتر فور ايتش كاركتر لكل صفه الكائن الحي الاورجانيزم بورث تو أليلز، واحد من كل أب اللي هم الجاميت زي ما حكينا بالميوسيس، حكينا جاميت من الأب جاميت من الأم، حسب شو الجينات الموجودة بهذا الجاميت تتورث للأبناء. طب احنا حكينا انه هذا الاشي احنا بنعرفه هسه، بس زمان تقريبا بال 1800 ما كان مندل يعرف هذا الاشي. فمندل made this deduction هذا الاستنتاج without knowing about chromosomes، ما كان يعرف عن وجود كروموسومز وانه في جينات محمولة على كل كروموسوم وقصة الـ pairs of homologous chromosomes. هذا ليش استنتاج حسب التجارب اللي سواها. The two alleles at a particular locus may be identical. لو فرضنا انه على هذا اللوكس في عندنا جين وهذا الجين له أليلين، إذا هذول الأليلين كانوا على نفس اللوكس بيكونوا أو ممكن يكونوا identical، ممكن يكونوا متشابهين. هذا الاشي متى بصير؟ بصير بالترو بريدنج بلانت اللي حكينا عنه، بيكون اي كابيتال اي كابيتال او اي سمول اي سمول. فالتو اليلز ات بارتيكولار لوكس على نفس اللوكس ممكن يكونوا او ماي بي ايدنتيكال. هذا الحكي متى؟ بالترو بريدنج بلانت اوف مندلز بي جينيريشن اللي هو الجيل الاول تبع تجربه مندل، لما يكونوا الابوين او البي جينيريشن يكونوا ترو بريدنج زي ما حكينا اي كابيتال اي كابيتال او اي سمول اي سمول. لو فرضنا انه الاليلين بيختلفوا عن بعض، يعني واحد للون الزهره بنفسجي واحد للون الزهره الابيض، بالتالي الموقع تبعهم ممكن يختلف. يعني ممكن الاليل تبع الزهره البنفسجيه اللوكس تبعه يكون هون، بينما الزهره البيضاء يكون اللوكس تبعه هون. متى هذا الاشي بيكون؟ بيكون بالاف 1 هايبريد. ثالث اشي توصل له مندل استنادا على ثاني اشي حكاه، انه اذا هذول التو اليلز اللوكس تبعهم ديفرنت يعني بيختلف عن بعضه، متى هذا الاشي بيكون؟ بيكون لما الأليلات يختلفوا عن بعض، معناته واحد من هذول الأليل بيكون dominant أليل، أليل سائد بيحدد أو determines the organism's appearance، هو اللي بيحدد الصفة اللي تظهر على الكائن الحي. بالتالي الأذر أليل بيكون recessive أليل، يعني أليل متنحي. هذا recessive أليل has no noticeable effect on appearance، يعني ما بيكونش له تأثير ملحوظ على الكائن الحي. المثال كنا نحكي عنه اللي هو الفلاور كلر اكزامبل، جينيريشن كان عنده بيربل فلاورز. ليش؟ لانه الاليل تبع البيربل فلاورز كان هو الدوميننت. رابع فرضيه حكاها مندل اللي هي لو اوف سيجريجيشن، قانون الفصل. احنا حكينا اول شيء بالاسم بعنوان الكونسبت انه في قانونين توصل لهم مندل، فهذا واحد منهم اللي هو لو اوف سيجريجيشن قانون الفصل.
اللوب سيجريجيشن شو بيحكي؟ بيحكي لك التو اليلز الى اليلين لهيريتابل كاركترز لصفه معينه بينفصلوا. متى بينفصلوا؟ during gametes formation، وقت تكوين الجاميتات. بالتالي كل أليل منهم بيروح بجاميت مختلف زي ما حكينا بالرسمة أول المحاضرة. هاي حالة كل جاميت بيكون بيحتوي على واحد من الأليلات، يا الأليل الأول أو الأليل الثاني. بالهيومن الإيج أو السبيرم بيكون عنده one of the two alleles، واحد من هذول الأليلز اللي موجودات بالأورجانيزم. يعني زي ما حكينا بالصورة هون، لو جينا على جين A المسؤول عن تحديد شحمة الأذن هل هي متصلة أو منفصلة، وجينا نكون جاميت، الأليل المسؤول عن شحمة الأذن المتصلة بيروح على جاميت، والأليل المسؤول عن شحمة الأذن المنفصلة بيروح على جاميت ثاني، تمام؟ طبعا segregation law قانون الفصل حاليا بتناسب مع تعريفنا للهومولوجس كروموسوم وكيف بتصير عندنا تكوين للجاميت مرحلة الميوسيس. This segregation of allele فصل الأليلات يتوافق corresponds to the distribution of homologous chromosome مع توزيع الكروموسومات المتماثلة في different gametes بمرحلة الميوسيس. طبعا هون بشكل أفضل ببين لك كيف هذول الكروموسومين كل واحد منهم بيحتوي على أليل لصفة معينة، بيروح كل واحد منهم على جاميت. فلما جاميت ذكري جاميت أنثوي يصير لهم fertilization، او حسب اللي احنا قاعدين نحكي بيصير له هايبردايزيشن، عمليه تحجين، لان الاليلات هون صارت هيتروزايجس، صارت مختلفه، واحد اي كابيتال واحد اي سمول. بالتالي هذا الاف 1 او الهايبرد لو يجي يكون جاميت زي ما هذا زي ما الابوين كونوا جاميت، كيف الجاميتات راح يطلعوا؟ هذا الكروموسوم بعد ما صار له دوبليكيشن بالميوسيس، حسب ما اخذنا بالميوسيس بصير تو سيستر كروماتيدز، وهذول التو سيستر كروماتيدز كل واحد منهم بيروح على خليه، بتكون عندنا فور دوتر سيلز. هذول الفور دوتر سيلز كل اثنين منهم حيكون عنده نوع من انواع الاليلات، تمام؟ طيب يا جماعه، مر معنا قبل المندلز موديل. شو هو المندلز موديل او نموذج مندل؟ المندلز موديل لما مندل جاب تو كونتراستنج ترو بريدنجز ابوين كانت الكروموسومات تبعتهم بي كابيتال بي كابيتال وبي سمول بي سمول، زواجهم مع بعض نتج لنا الاف 1 جينيريشن اللي كان هايبريد كان مهجن. ولما سوينا للاف 1 سيلف بولينيتد زوجناه مع حاله، الاف 2 او السكند جينيريشن كان في نسبه ثابته تظلها تطلع له، كانت النسبه هي 3 الى 1. فحكي لك انه هذا الموديل خلى النسبه 3 الى 1 تظهر دائما او observed in the f2 generation بمندلز كروسس، بعمليات التزاوج تبعت مندل. لما نيجي نعمل كومباينيشن بين سبيرم وإيج ممكن نعبر عن هاي الاحتمالات باستعمال بنت سكوير، مربع بنت، بحيث نحط الأليلات تبعت السبيرم بجهة والأليلات تبعت الإيج بجهة أخرى ونشوف شو احتمال الأبناء، تمام؟ لما نستعمل بنت سكوير بنعبر إحنا عن الأليلات باستعمال كابيتال لتر عشان نعبر عن الدوميننت أليل، ونستعمل لور كيس أو السمول لتر عشان نعبر عن الريسيسيف أليل، تمام؟ اعطانا الاف 1 جينيريشن كان هايبريدز بي كابيتال بي سمول، تمام؟ هسه لو سوينا له سيلف بولينيشن زي ما حكينا، يعني بي كابيتال بي سمول مع بي كابيتال بي سمول، طب هذا البي كابيتال بي سمول شو الجاميت اللي ممكن ينتج لنا اياهم؟ يا اما هيعطينا البي كابيتال يا اما هيعطينا البي سمول، تمام؟ لو اجينا نعبر عنهم بمربع بنت هنحط الجاميت بهاي الجهه تبعت السبير والجاميت تبعت الاج بهاي الجهه، فالاحتمالات حتكون ثلاث وردات نهديات وورد بيضة. طيب في عندك useful genetic vocabulary، في عندك مصطلحات مهمة جينيا راح نحتاجها لتكملة الشابتر لتكملة الشابتر بالمواضيع أو نحكي بالمواد الجاية. لو حكينا عندك كروموسوم، تمام، وعندك على نفس اللوكس لجين معين الأليلات بتكون متشابهة، تمام، هذول الأليلات بيكونوا هوموزايجوت، بيكونوا متشابهات. طيب في حال اجينا نوصف صفة معينة او جين معين وحكينا انه هذول الاليلات تبعاتهم متشابهات، نحكي انهم هوموزايجوس، اخرها او يو اس، تمام، مش هوموزايجوت. هوموزايجوس لما نيجي نوصف جين بتحكم بصفة معينة. المصطلح الثاني اللي هو الهيتروزايجوت، الهيتروزايجوت حيكون عكس الهوموزايجوس. يعني هوموزايجوس حكينا انه اليلين بيكونوا على نفس لنفس الجين على نفس اللوكس ومتشابهات بنسميهم هوموزايجوس، بينما الهيتروزايجوت بكون عندنا تو أليلز، أليلين لنفس الجين بس مالهم بكونوا ديفرنت، مختلفات عن بعضهم البعض. لو اجينا نوصف جين بتحكم بصفة معينة
والأليلات تبعته مختلفات بنوصفه بهيتروزايغوس، تمام؟ يعني حسب الهوموزايغوس والهيتروزايغوس. الهوموزايغوس الأليلات تبعته بتكون ترو بريدنج، يعني يا إما بي كابيتال بي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال أو حتى اي سمول اي سمول، بينما الهيتروزايغوتس حيكون نوت ترو بريدنج، يعني ما راح يكون غير اي كابيتال اي سمول بس. في عندنا مصطلحين كمان بدنا نعرف شو هم، اللي هم الفينوتايب والجينوتايب. باختصار شديد، الجينوتايب هو التمثيل الجيني، والفينوتايب هو التمثيل اللي نحكي الفيزيائي. كيف يعني؟ الجينوتايب لو اجي مثلا مسكنا صفة معينة اللي هي بالمثال هذا لون الزهرة، لون الزهرة يا اما نهدي يا اما ابيض. الجينوتايب لهاي الصفة هو عبارة عن تسلسل القواعد النيتروجينية. كيف بيكون في تسلسل للقواعد النيتروجينية؟ يعني عندك مثلا هون تسلسل القواعد النيتروجينية بيبلش A C G، هذا التسلسل اللي إذا وجد بالقواعد النيتروجينية بيعطينا لون الزهرة بيربل نهدي، بينما إذا بلش بحرف السي هذا التسلسل بيعطيني اللون الأبيض زي ما حكينا فوق بأول مبدأ حكى عنه مندل. يعني الجينوتايب حكينا إنه التمثيل الجيني لصفة معينة. طيب الفينوتايب هو هذا التسلسل الجيني أو هاي الصفة كيف بتبين على الكائن الحي. بمثالنا الفينوتايب بيكون أو يعني نحكي بيبين على الكائن الحي بحيث أنه يعطي لون الزهرة يا إما نهدي يا إما أبيض، تمام؟ حكي لك أنه الأورغانيزمز تريتس أو صفات أو سمات الكائن الحي don't always reveal its genetic composition، مش دائما التركيب الجيني تبعها بيكون ظاهر أو مكشوف. لذلك إحنا بدنا نميز بين الفينوتايب للأورغانيزم والجينوتايب للأورغانيزم. لازم نميز بين الجينوتايب حكينا عنه الفيزيكال أبيرانس كيف تظهر هاي الصفة على الكائن الحي، and its genotype إنه كيف التركيب أو نحكي التسلسل القواعد النيتروجينية ببين على هذا الإنسان اللي هو الجينيتك ميك اب. بالمثال اللي حكينا عنه قبل شوي وطلع معنا مربع بنت، طلع لنا ثلاث زهرات لونهم نهدي وزهرة واحدة لونها أبيض، تمام؟ لو إجينا على الفينوتايب تبع هاي الزهرة، الفينوتايب طلع لنا ثلاث زهرات لونهم نهدي وزهرة واحدة لونها أبيض، تمام؟ فالنسبة كانت 3:1. لو يجينا على الجينوتايب أو التركيب الجيني، التركيب الجيني كان بيختلف، نتج عنا بي كابيتال بي كابيتال، ونتج عنا 2 بي كابيتال بي سمول وبي سمول بي سمول. فالنسبة تبعت الجينوتايب كانت 1:2:1. طبعا البي كابيتال بي كابيتال بيكون الأليلات بتكون هوموزايغوس، والبي سمول بي سمول الأليلات برضو بتكون هوموزايغوس، بينما البي كابيتال بي سمول الأليلات بتكون هيتروزايغوس. فهي هون يبين لك النسبة. احنا حكينا بمربع بنت انه النتائج طلعت معنا ثلاث زهرات لونهم بيربل لونهم نهدي، تمام؟ كيف بدي اعرف هاي الزهرة الجينوتايب تبعها بي كابيتال بي كابيتال ولا بي كابيتال بي سمول؟ كيف بدي اعرف اذا انا هوموزايغوس او هيتروزايغوس؟ بيجي عندنا دور فحص سواه مندل اسمه التست كروس. شو هذا التست كروس؟ باختصار شديد بتجيب هاي الزهرة وانت مش عارف هل هي هوموزايغوس او هيتروزايغوس، بتسوي لها ميتنج او التزاوج مع زهرة ثانية بتكون ريسيسيف هوموزايغوس، بتكون بي سمول بي سمول، تمام؟ فيعني هون حاطين لك الدوميننت فينوتايب، عندك الفينوتايب كان هو الدوميننت النحدي، بس احنا مش عارفين شو الجينوتايب تبعه، بي كابيتال بي كابيتال ولا بي كابيتال بي سمول. التست كور بيحكي لك انك بتزوجه مع ريسيسيف فينوتايب اللي هو بي سمول بي سمول، لانه الريسيسيف فينوتايب احنا عارفين شو الجينوتايب تبعه. هناخذ الاحتمالين، لو اخذنا اول احتمال انه الاب او نحكي هذا الزهر هاي مش عارفين شو الجينوتايب تبعها كان بي بي، هيطلع كل الابناء الفينوتايب تبعهم اللون النهدي. بينما اذا كان عندك الاب بي كابيتال بي سمول وزوجنا البازيل، احنا حكينا طبعا البازيل ده من مميزاتها انه بتطلع لك اوفسبرينج كثير، يعني الابناء بيكونوا كثار، فعلى الأكيد حيطلع معنا جزء من الأبناء الفينوتايب تبعهم لون أبيض. فبهاي الحال نعرف إنه هذا الأب الجينوتايب تبعه كان بي كابيتال بي سمول. فبيحكي لك إنه الإنديفيدوال اللي بيكون الفينوتايب تبعه دوميننت اللي ظهر عليه الصفة السائدة ممكن يكون يا إما هوموزايغوس اللي هو A كابيتال A كابيتال أو هيتروزايغوس يعني A كابيتال A سمول. طيب عشان أحدد هذا الجينوتايب نقدر نسوي فحص زي ما حكينا اسمه التست كروس. هذا الفحص بنسوي بريدنج لهذا الميستري انديفيدوال، بنزوج هذا الكائن الحي المجهول الجينوتايب تبعه مع هوموزايغوس ريسيسيف انديفيدوال يعني مع اي سمول اي سمول، تمام؟ if any offspring displayed the recessive phenotype، واحد من الابناء ظهرت عليه الصفه المتنحيه،
الميستري بيرنت، الاب المجهول، راح نعرف انه هيتروزايجوس. طيب يا جماعه، اول كونسبت حكينا انه مندل توصل لقانونين كانوا الاساس تاع علم الوراثه. اول واحد كان السيجريجيشن، ثاني واحد اللي هو هناخذه هسه اللي هو اللو اوف اندبندنت اسورتمنت، او بالعربي كان اسمه التوزيع الحر. كاتبين لك انه مندل ديفايد ذا لو اوف سيجريجيشن، قانون الفصل العادي، عن طريق انه تتبع صفه واحده وين كاركتر. كان عندنا يكون الاب اي كابيتال اي كابيتال، والام اسمول اسمول، يصير بيناتهم تزاوج، بالتالي يكونوا الابناء هايبرد زي ما قلنا نحكي انه متهجنين. وبما انه كنا ندرسها لصفه واحده فقعدنا نسمي الاف 1 بدل هايبرد، صرنا نسميهم مونو هايبرد. مونو معناته انه صفه واحده. فحكي لك انه الاف 1 اوف سرينج اللي نتجه كروس او نتيجه تزاوج الابوين اللي بيكونوا كونتراستنج ترو بريدنج، يعني اي كابيتال اي كابيتال مع اي سمول اي سمول، نتج الفيرست جينيريشن مونو هايبريد. يعني مونو هايبريد بمعنى اخر انهم هيتروزايجوس فور وان كاركتر، يعني بيكون اي كابيتال اي سمول بس لصفه واحده. لما نسوي كروس او ميتنج لهذول الاف 1 بنسمي العمليه المونو هايبريد كروس، اللي هي كروس بتوين ساتش هيتروزايجوتس، يعني ابوين، هذول الابوين بيختلفوا بالاليلات، يعني اي كابيتال اي سمول مع اي كابيتال اي سمول. طيب السكند لو هذا تبع التوزيع الحر، كيف مندل قدر يوصل له؟ مندل ايدنتيفايد هي السكند لو اوف انهيرتنس، قانون الثاني للوراثه، باي فولوينج، عن طريق انه يتبع تو كاركترز بنفس الوقت. تمام، عشان نفهم اكثر حنيجي على الرسمه هاي اللي هون مبين عندنا بالرسمه تو كونتراستنج ترو بريدنجز بيرنتس، يعني واحد عنده صفتين، يعني واحد عنده صفتين سائدتين واي كابيتال واي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، مع اب ثاني واي سمول واي سمول مع ار سمول ار سمول. بهاي الحاله الجميز ممكن يتكون واي كابيتال ار كابيتال من الاب الاول، واي سمول ار سمول من الاب الثاني. بالتالي بنتج عندنا اول جيل طبعا بيكون هايبريد، بيكون مهجن، فبنسميه داي هايبريد، مهجن لصفتين. طبعا قبل ما مندل يتاكد من قانون التوزيع الحر حط فرضيه انه لو في توزيع مش حر، يعني الصفتين مرتبطات ببعض بفرضيه الديبندنت اسورتمنت، انه التوزيع بيكون معتمد على بعضه. بهاي الحاله المفروض ينتج لنا هذا البريدكشن، هذا التوقع. واذا كانوا هذول الصفتين اندبندنت اسورتمنت، مش معتمدات على بعضهم البعض عشان يتوارثوا، بنتج لنا هذا البريدكشن، هذا التوقع. فعليا هذا التوقع اللي هو اللي نتج لنا. تمام، طيب كيف نتج لنا هذا التوقع؟ قلنا الاف 1 او الداي هايبريد جينيريشن بده نسوي له كروس، بده نسوي له داي هايبريد كروس، نتزوجه مع حاله. فعندك هون او هذا الجينوتايب تبعه، شو الجاميت اللي ممكن يعطيني اياهم؟ هعطيني فور جاميت اللي هم موجودات هون. يعني عندك الواي كابيتال بتكون مره مع الار كابيتال مره مع الار سمول، هاي هون واي ار كابيتال واي ار سمول، والواي سمول مره بتكون مع الار كابيتال مره بتكون مع الار سمول. فبالتالي صار عندنا اربع جاميت. لو حطيناهم على مربع بنت ووزعناهم، الفينوتايبك ريشيو او نسبة الفينوتايب هتكون 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1. تمام، شو نسبة 9 إلى 3 إلى 3 1؟ عشان تتوضح اكثر الصورة، الصفات المتوارثة معنا اللي هي واي كابيتال بترمز للون تبع البذرة اللي هو اللون اصفر، بينما الواي سمول بترمز للون الاخضر، الار كابيتال بترمز انها تكون ملساء، والار سمول لصفة انها تكون مجعدة. فبالتالي لما تشوف واي كابيتال معناته البذر بيكون لونها اصفر، ولما تشوف ار كابيتال معناته انها ملساء. تمام، فالنسبة اللي طلعت معنا 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1، 6 من 19 بتكون تحمل الفينوتايب الدوميننت. تمام، وبكون عندك نسبتين 3 إلى 16، هذول الصفتين كل واحدة بتكون سائدة لصفة ومتنحية لصفة ثانية، يعني هاي سائدة لأنها ملساء بس مترحية لأنه لونها أخضر، وهاي كمان هاي سائدة لأنها لونها أصفر بس متنحية لأنها مجعدة. وبيطلع عندك نسبة 1 إلى 16 بتكون مجعدة وخضرة. فلما نسوي كروسينج لتو بريدينج بيرنتس بنتج لنا عندنا اللي هو الاف 1 جينيريشن بيكون هايبريد، بما انه لا صفتين قلنا بيكون داي هايبريد، يعني هيتروزايجوس فور بوث كاركترز، غير متماثل الاليلات لصفتين. لما نسوي داي هايبريد كروس، لما نزوج هذا الاف 1 جينيريشن، هذا التزاوج بيحدد لنا او كان ديترماين ويذر تو كاركترز ار ترانسميتد تو اوف سبرينج از ا باكج، هذول الصفتين انتقلوا
من الاف 1 للاف 2 كباكج كحزمه واحد انتقلوا مع بعض او independently يعني بشكل منفصل. يعني مندل حط تو هايبوثيسز فرضيتين، يا اما بينتقلوا مع بعض يا اما بينتقلوا بشكل منفصل. نتائج الفرضيتين موجودة بالرسمة هاي، هون لو انتقلوا مع بعض الصفتين، هون لو انتقلوا بشكل منفصل. طبعا استنادا للنتائج اللي طلعت معه، مندل طلع لنا بالسكند لو اوف انهيرتنس اللي هو اللو اوف اندبندنت اسورتمنت، التوزيع الحر. هذا القانون بيحكي لك انه الايتش بير اوف اليلز، هذول الاليلين سيجريجيتس اندبندنتلي، بينفصلوا بشكل منفصل، اللي بيشاركوا بعملية الوراثة خلال عملية تكوين الجاميت، كل اليل بيتوارث بشكل منفصل. طب هذا القانون تبع الاندبندنت اسورتمنت متى بنطبقه؟ بحكي لك في مرات ما بنطبق هذا القانون لانه اصلا بيكون في فصل بين الكروموسوم او نحكي بين الجينات. قبل ما نحكي عن الفصل خلينا نحكي متى اصلا بنطبق هذا القانون. هذا القانون بنطبقه لما يكون عندك هون جين، مثلا هذا الجين A وهذا الجين A على نفس على الهومولوجس كروموسوم له، يعني هذول تو اليلز لنفس الجين، وعندك مكان قريب عليهم الجين B، وهذا الجين B بيكون مسؤول عن صفة ثانية. بهاي الحالة هذول الجينين انتقلوا مع بعض، يعني القانون تبع الـ Independent Assortment ما بنقدر نطبقه على هذول الجينين أو توارث هذول الجينين. متى بنطبقه؟ لما يكون عندك كروموسومين مش هومولوجس لبعضهم البعض، بعيدات عن بعضهم البعض، تمام؟ وهون في عندك الصفة الأولى على هذول الكروموسومين والصفة الثانية على هذول الكروموسومين، بهاي الحالة بنطبق عليهم القانون الثاني تبع مندل اللي هو الـ Independent Assortment، بحيث انه كل جين بتوارث او بنتقل لحاله. بحكي لك انه هذا القانون applies only to genes on different non-homologous chromosomes، يعني على الكروموسومات اللي ما بيكونوا homologous، ما بيكونوا بنفس البير، او الجينات بيكونوا بعيدات عن بعضهم البعض على نفس الكروموسوم. يعني هذول البير of homologous chromosome عندك الجين الاول موجود هون، الجين الثاني ممكن يكون باخر الكروموسوم، فبالتالي هذول احتمال انهم ما يتوارثوا مع بعض، يعني بيخضعوا لقانون الـ Independent Assortment، التوزيع الحر. بينما الـ Genes located near each other، قريبات من بعضهم البعض على نفس الكروموسوم، tend to be inherited together، بالعادة بتوارثوا مع بعضهم البعض، يعني ما بيمشي عليهم قانون التوزيع الحر. تاني كونسبت عندنا بيحكي لك عن قواعد الاحتمالات اللي هي الـ Probability Laws وعلاقتها بالوراثة المندلية. حكي لك إنه الـ Mendel's Laws، قوانين مندل تبعت الـ Segregation والـ Independent Assortment بيخضعوا لقواعد الاحتمالات. لما نحكي احتمالات، أول مثال بيخطر ببالنا اللي هو القطع المعدنية لما نيجي نرميها، يا بتعطينا يا صورة يا كتابة، احتمال إنها تعطينا صورة 50% واحتمال إنها تعطينا كتابة 50%. لما نرمي القطع المعدنية مرتين ورا بعض، الرمية الأولى نتائجها ما بتغير نتائج الرمية الثانية، كل واحدة لها احتمالات منفصلة. كذلك الأمر بالنسبة للأليل، تمام؟ لو عندنا جينين، أليلات الجين الأول لما تتوزع على الجاميتات تتوزع بشكل منفصل عن أليلات الجين الثاني، تمام؟ طيب قواعد الاحتمالات هن ثنتين يعني بشكل أساسي، أول واحد اللي هو المالتيبليكيشن، ثاني واحد الأديشن رول، تمام؟ قبل ما نبلش فيهم بدكم تعرفوا إنه إحنا نقرأ السلايدات ما راح تفهموا، بس لما نبلش نحل أسئلة حتلاحظوا إنه هاي الأمور كثير سهلة وإنكم عارفينها أصلا من قبل. فأول شيء عندنا المالتيبليكيشن رول، بحكي لك هذا multiplication rule لو عندنا two or more independent events، لو عندنا حدثين منفصلات عن بعضهم البعض. حكينا مثلا القطع المعدنية لما نرميها مرتين فهذول عندنا حدثين، تمام؟ كل حدث بصير بشكل منفصل عن الحدث الثاني، فالmultiplication rule بيساعدنا نحدد ظهور الصورة مثلا بالرمي الأولى أو الايفنت الأول، تمام؟ بالأيلات بحكي لك إنه multiplication بيساعدنا انه نحدد احتمالات الـ F1 مونو هايبريد. لو جينا على الـ F1 مونو هايبريد اللي هو بالمثال هذا R كابيتال R سمول، R كابيتال R سمول لصفة معينة بغض النظر شو هي، هو مثل لك اياها على شكل قطع معدنية، بحيث انه حط لك الـ R كابيتال على الصورة والـ R سمول على الكتاب، تمام؟ المالتيبليكيشن رول بيحدد لك انه رمي الوحدة شو الاحتمالات تبعتها، بحط لك انه احتمال تطلع لنا صورة نص او 50% انه القطعة المعدنية تعطيني باول رمية الصورة، و50% انه باول رمية تطلع عندي كتاب. كذلك الامر بالاج، فهو معطيني انه احتمال يكون عندي صورة 50% او نص وكتابة 50%. ثاني قانون عندنا اللي هو الاديشن رول او قانون الاضافة. قانون الاضافة بيحكي لك لما يكون عندنا مثلا اكثر من ايفنت، حدثين او اكثر،
مثلا يعني رمي القطع المعدنية. فلو رميناها مثلا مرتين، نستعمل الأديشن رول عشان نجمع الاحتمالات المتشابهة. هسا رول اوف اديشن كان بي يوزد عشان نكتشف تو فيجر اوت احتماليات الاف 2، شو الاف 2 ممكن يكون اللي نتج من مونو هايبريد من تزاوج اف 1 مع اف 1. طبعا احنا بنعرف انه بالاف 2 الجينوتايب بيكون نسبته 1 الى 2 الى 1. طبعا وصلنا لهي النسبة بمساعدة الاديشن رول، فبالتالي عرفنا انه نسبة الهيتروزايجوس بالاف 2 اكثر من الهوموزايجوس. لو اجينا هون هذا المثال اللي حكينا عنه قبل شوي، شفنا احتمالية الرميتين ورا بعض. في عندنا احتمالين متشابهات اللي هم الار كابيتال مع ار سمول، والار سمول مع ار كابيتال اللي هي نفس ار كابيتال ار سمول. فاحنا بنجمع هذول الاحتمالات عشان يعطونا محصله. فالسبب اللي احنا بنستعمل له هذول التو رولز او هذول القوانين تبعت الاحتمالات عشان نتنبأ او تو بريدكت ذا اوت كم اوف كروسز، اللي هي نتائج عمليه الميتنج او الكروسز اللي تتضمن اكثر من صفه، اكثر من كاركتر. طيب لو جينا ندرس توارث الصفتين مع بعض، يعني A capital A small R capital R small مع A capital A small R capital R small، هذا بيكون داي هايبريد، أو إذا كان أكثر من صفتين بيكون مالتي كاركتر. فلو جينا ندرس الكروس تبعهم أو التزاوج تبعهم بنعاملهم بطريقة معينة. كيف بنعاملهم بطريقة معينة؟ بنعاملهم على أساس إنهم independent mono hybrid، يعني كأنه A capital A small مع A capital A small لحال، وار كابيتال ار سمول مع ار كابيتال ار سمول لحال. طبعا هذا الكروس بين الصفه الاولى والصفه الاولى والصفه الثانيه بيكون بنفس الوقت اكرينج سايمالتينوسلي بنفس الوقت. طيب لما نسوي الكروس نيجي نشوف فرص ظهور جينوتايب معين، بنشوف الجينوتايب لكل صفه لحال، بعدين بنسوي مالتيبليكيشن مع بعضهم البعض. طبعا اكيد هسه انتم مش فاهمين، بس هسه لما نحل اسئله هاي الجمله راح تتوضح لحالها. هون حكي لك انه عندك اب واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول مع واحد نفس الايديات تبعته اللي هي واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول. شو احتماليه انه يطلع عندك اوف سبرينج عنده الجينوتايب واي كابيتال واي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال؟ طبعا هذا النمط من الاسئله بيجي عليه كثير بالامتحان، وهو كثير سهل. تمام، اريح طريقه حل تحلوا عليها انكم تسووا مربع بنت. كيف تسوي مربع بنت؟ اول شيء زي ما حكينا فوق بندرس كل صفه لحال، يعني ندرس الواي كابيتال واي سمول مع الواي كابيتال واي سمول لحال، بعدين ندرس الار كابيتال ار سمول مع الار كابيتال ار سمول، بعدين بنطلع الجاميت لكل اب. تمام، احنا راح ندرس بس الواي كابيتال واي سمول لانه الار كابيتال ار سمول حتكون مشابهه لها. فالجاميت اللي طلعوا معنا واي كابيتال واي سمول احتمال كل واحد منهم يكون نص، والاب الثاني نفس الاحتمالات حتكون نص واي كابيتال نص واي سمول. لو حطيناهم على مربع بنت هيطلع ان احتمال الواي كابيتال واي كابيتال الربع، الواي كابيتال والواي سمول هيكون عندك هون ربع وهون ربع، فلو جمعناهم بالاديشنال رول هيكون عندنا نسبة الواي كابيتال واي سمول 1 على 2. بس السؤال هون حاكي لك انه بده الواي كابيتال واي كابيتال، شو احتمالية الواي كابيتال واي كابيتال من اول صفة؟ احتماليتها حسب مربع بنت اللي هي ربع، فبنحط ربع بالنسبة لاول صفة. نيجي على الصفة الثانية اللي هي ار كابيتال ار سمول مع ار كابيتال ار سمول، الاحتمال برضه حيكون نفس الشيء، الار كابيتال ار كابيتال حتكون نسبته الربع، فبالتالي نضرب ربع مع ربع بالمالتيبليكيشن رول بيطلع لنا الجواب 1 على 16. طيب لو طلب منا نعرف شو نسبة ظهور هذا الجينوتايب اللي هو واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول، الار كابيتال ار كابيتال اتفقنا انه ربع حسب السؤال اللي قبله، ظل عندك الواي كابيتال واي سمول، كيف بدنا نطلعها؟ بعد ما نوزع الجينات على المربع بنت، تمام، بيطلع معنا بهذا الشكل، بنصير ندور على الواي كابيتال واي سمول. فبمربع بنت موجودة هون وموجودة هون، لو جمعناهم مع بعض تطلع النسبة 1 على 2 اللي هي نص، فبنطبق المالتيبليكيشن رول نضرب النص في ربع بيطلع لنا الجواب 8. طيب هون عندنا أبوين الجينوتايب تبعهم، واحد عنده بي كابيتال بي سمول واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول، مع اب ثاني بي كابيتال بي سمول واي سمول واي سمول ار سمول ار سمول. تمام، فهو طالب مني مجموعة من الجينوتايب نعرف شو نسبتهم. فأنا وقفت التصوير وزوجت كل صفة لحال. فأول إيش زوجت البي كابيتال بي سمول مع بي كابيتال بي سمول وطلعت النسب على جنب، بعدين الواي كابيتال واي سمول مع الواي سمول واي سمول طلعت النسب على جنب، بعدين الار كابيتال ار سمول مع الار سمول ار سمول طلعت النواتج على جنب. فبنمسك اول صفه طالب مني بي سمول بي سمول واي سمول واي سمول ار كابيتال ار سمول،
البي سمول بي سمول ربع، الواي سمول واي سمول نص، فبنضرب ربع ضرب نص. اخر شيء بده ار كابيتال ار سمول، احتمالها برضه نص ضرب نص، فالجواب بيكون 1/16. ثاني جينوتايب البي سمول بي سمول واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول ار سمول. اول شيء البي سمول بي سمول حسب النتائج اللي طلعت معي هون، فاحتماليته ربع، بنحط اول شيء ربع، بعدين الواي كابيتال واي سمول احتماليته نص، بعدين الار سمول ار سمول احتماليته نص، فبرضه بتطلع نسبته 1/16. بالنسبه لثالث جينوتايب بي كابيتال بي سمول واي سمول واي سمول ار سمول ار سمول، فاول جين نسبته نص، ثاني جين كمان نسبته نص، ثالث جين نسبته نص، فالجواب حيكون 1/8. بالخيارات ممكن ما تلاقوا 1/8، حتلاقوا 2/16. تمام. طيب رابع جينوتايب عندك البي كابيتال بي كابيتال نسبتها ربع، الواي سمول واي سمول نسبتها نص، الار سمول ار سمول برضه نسبتها نص، فالجواب او نسبة ظهورهم بيكون 1/16. اخر جينوتايب البي سمول بي سمول نسبتها ربع، الواي سمول واي سمول والار سمول سمول بيكون نسبتهم كل واحد نص، فلو ضربناها بيطلع الجواب 1/16. طبعا السؤال اللي كان موجود هون بحكي لك شو نسبة ظهور البي بي سمول واي واي سمول وار ار سمول، فالجواب بيكون 1/16. اخر شيء حاط لك احصائيه بيقول لك شو نسبه ظهور على الاقل تو ريسيسيف تريت، يعني هذول الافراد اللي نتجوا عنا شو احتماليه يكون عندنا افراد عندهم على الاقل جينين متنحيات. طبعا هذول الجينوتايب كلهم عندهم تو ريسيسيف تريت، هون عندك اثنين وهون عندك اثنين، هون عندك كمان جينين ريسيسيف تريت، هون كمان جينين، واخر شيء بيكون عندنا ثلاث مش بس اثنين. فلو جمعنا هاي النسب اللي هي 1 و1 و2 و1 و1 بيطلع الجواب 6/16، لو قسمنا على 2 بيطلع 3/8. أعتقد لهون يا جماعة حلو.